رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يؤكد أن بلاده لن تحتاج إلى خطة تقشف جديدة حتى لو استمرت حالة الركود في البلاد، وعلل مونتي أسباب ذلك إلى الاحتياطات التي اتخذتها روما أثناء الخطة الأخيرة التي تم اعتمادها في كانون الأول ديسمبر الماضي. إذا استمر الركود وإذا لم يسجل أي تحسن في الاقتصاد وإذا احتاجت إيطاليا لخطة تقشف جديدة فالجواب هو لا. إيطاليا بحاجة إلى نمو ولا يمكنها أن تنمو بمفردها. وتشمل هذه الخطة حوالي 20 مليار يورو كإجراءات تقشفية من المفترض أن تسمح لإيطاليا بتحقيق هدف التوازن المالي في 2013.